السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدمو أسهل بانكيك، ساهل ماهل بمقادير بسيطة، ما فيش بزاف المقادير كيف كتشوفوا، وماشي شي حاجة اللي غالية أو لا غريبة أو لا. المهم أنا غندير غير نفس المقادير، اللي بغى الكترة كيدوب المقادير. عندنا بيضة، عندنا جوج كيسان ديال الدقيق، فانيا، كيس ديال الخميرة بوزن 8 غرام، عندنا ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال سكر سنيدة، والحليب عندنا كاس ونص، جوج كيسان ديال الدقيق مع كاس ونص ديال الحليب. نبداو على بركة الله. بطبيعة الحال كديرو قبيصة ديال الملح. ننزلو البيضة مع السكر، كنخدم غير بالطراب اليدوي، ما كنحتاجش الطراب الكهربائي. نخلطو شويه فوالا، ومن بعد غادي نديرو الزيت، غير ربع كاس ربع كاس. اللي بغى يذوب المقادير كيبدا يدير نص كاس. نزيدو الفانيا، ما كيحتاجش بزاف الخدمه، هو بالخفتي، ماشي بالضروره نبقاو نطربو في البيض حتى يطلع ولا شي حاجه. كيف قلنا عندنا كاس ونص حليب، كاس ونص، كاس بطبيعه الحال ديال العنبه، صافي. وغنبداو نضيفو في الدقيق والخماره. انا عندي هنايا خماره ديال الوزن ديال 15 غرام، يعني غندير تقريبا نص ديالها. الدقيق بطبيعة الحال كيكون مغربل من الأحسن. والاهم في هذا الشيء هو انه بالخف تيطيب تيوجد، يعني ما غنتسناوش عليه اننا نخلوه تيرتاح ولا هكا، غير غنخلطو وغادي نحط المقلة باش تسخن باش نبدا نخبز فيه. العجينة ديالو خاصها تكون بحال الكيك، يعني ما تخفاش وما تقيلاش. فوالا حنا كملنا، دابا غادي نمشيو نحطو المقله ديالنا باش تسخن. دابا حنا درنا المقله ديالنا تسخن على عافيه متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش مجهده. غير غتسخن لينا المقله وغنبداو نطيبو. دابا نبداو نحطو القياس كيف بغيتوهم، صغار او لا كبار. انا كنبغيهم متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف ما يكونوش صغار. اللي مهم هو انكم خاصكم تردوا البال، ما خاصوش يفوت القياس ديال الطياب ديالو، خاصهم غير يبانوا لكم الفقاعات، وتقلبوا بالزربه باش يجي محمر من الفوق ومن التحت. انا غادي نوريكم. كيبان ليا ان المقله باقا ما سخنتش مزيان، ولكن ماشي مشكل، غير غيبداو هما بداو كيبانوا هذوك الفقاعات، وواحد شويه غادي نقلبو.
صح دابا نحط فيه هو كيبغي يجي محمر كامل من الفوق ومن التحت. هذا هو يعني هادشي اللي خاصنا نديرو باش نقلبو بالزربه باش ما يبقاش حيت دابا باقا هي بارده، داكشي علاش ما طابتش بالزربه. اما نورمالمون راه بالخفت يطيب. ام بداو كيبانو هاد الفقاعات، دونك دابا غادي نقلب هكا باي سباتولا حاجه اي حاجه عندكم باش كتشوفوه انه محمر بزاف، وغتشوفوه ملي غادي يطيب من التحت هو غيجي بنفس الطريقه محمر، يعني ماشي غادي يجي بلاصه محمره والاخرى جهه طيبه جهه ما محمراش. هذا هو هذه هي لا ميثود ديال الطياب ديالو باش يجيكم حتى في من فوق ويكون فيه الفوليوم. هانتوما كتشوفو ومن فوق فيه الفوليم وكيجي هشيش. نعاود معكم واحدة أخرى، كتحس القياس اللي بغيتي يعني على حساب نتي شنو بغيتيها كبيرة ولا صغيرة. صافي ساهل وكيجي زوين، والأهم من هادشي بنين وسيرتو للدراري الصغار تيعجبهم بزاف. تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا، يعني بالشوكولا ولا بالعسل ولا ديروه مع بول دو غلاس ولا المهم هكا، ولا لي فخوي على دابا مع المقله سخنات بالخف بدا كيعطي هذوك الفقاعات. فوالا بالخف خاصها تقلب، قلت لكم بالخف تيطيب. وهذا هو البانكيك اللي وجدنا اللي كتشوفوا. انا زينتو غير بالموز ولاصوص كراميل. هاد صوص كراميل مصايباها حتى هي منزليه، مصايبه غير بالماء يعني. ان شاء الله دابا نحط لكم الوصفه ديالها، كتجي زوينه بحال اللي كتباع. فوالا هو البانكيك من فوق زوين، فوالا مع لاصوص بصحه وراحه.